من ضمن الأسئلة أنا عاوز أقول لكم مرتبات المدرسين في منطقة المنصورة على حسب البلد. المنطقة عاوز أقول لكم القاهرة غير المنصورة. في المنصورة رينج المرتبات تقريبا من 1500 إلى 3000 جنيه على حسب الخبرة. أنا حابب هنا بس أعلق إنه المرتبات في بشكل عام مدارس المرتبات المدرسين مش كبيرة، لأنه دايما بيعتمدوا إن المدرس هيدي دروس خصوصية، فدايما المرتب لإما 1500 1200 3000 جنيه. يعني 3000 ده بيبقى يعني حاجة نادرة لمدرس بقى مثلا لغات أو أي مكان، ولكن ده بيكون العنصر الأساسي على هذا الموضوع، فبيكون دايما بيلعب في هذا الرينج من 1500 إلى 3000، وممكن حتى 3000 دي بتكون زي ما أنت بتقول كده على حسب الخبرة. اللي هو عنده خبرة أكتر بيكون المرتب بيكون بالنسبة له أعلى، فهي دي التي يجب أن يتم أخذها في الاعتبار وإحنا بنتكلم على المرتبات في المدرسين في منطقة المنصورة أو الفرق كمان في منطقة القاهرة. ولكن بشكل عام مش هتفرق كتير، ما زالت مرتبات قليلة في كتير جدا من الأماكن، لأنهم عندهم أسطورة كده بتقول إنهم بيعتمدوا على الدروس الخصوصية.